السلام عليكم متابعيني، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الدرس السادس عشر من سلسلة تعلم اللغة التركية من الالف الى الياء، ودرس اليوم غادي يكون تحت عنوان اسماء البلدان. اذا خذوا ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله. درس اون الت اولكي سيمنري. فاس فاس فاس. فرنسا فرنسا فرنسا. جزائر جزائر جزائر. هولندا هولندا هولندا. فلسطين فلسطين فلسطين. يابونيا يابونيا يابونيا. سوريا سوريا سوريا. ألمانيا ألمانيا ألمانيا. مصر مصر مصر. تركيا تركيا تركيا. بورتغيز بورتغيز بورتغيز. تونس تونس تونس. إسفتش إسفتش إسفتش. السودان السودان السودان. كندا كندا كندا. لبنان لبنان لبنان. مكسيكا مكسيكا مكسيكا. أردن أردن أردن. إنجلترا إنجلترا إنجلترا. قطر قطر قطر. أمريكا بيرلشيك دفلتلري. أمريكا بيرلشيك دفلتلري. أمريكا بيرلشيك دفلتلري. سعودي عربستان سعودي عربستان سعودي عربستان. يونانستان يونانستان يونانستان. يمن يمن يمن. أوكرانيا أوكرانيا أوكرانيا. درس اليوم انتهى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. نضرب لكم موعد باذن الله تعالى في الدرس القادم. خليت لكم الراحه، تبقوا على الف خير.